السلام عليكم اخوات والاخوان، اليوم ان شاء الله نخدم معكم هاد الوصفه ديال باني ماروكان طريقتي. نتمنى تجربوها وتعجبكم. وبلا ما نطول عليكم ندوزو تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوني كيفاش درت ليه. عندنا بالنسبه للمقادير، مقادير عاديه. عندي هنا الكفته، شي الكفته، عندي الخيزو هكا محكوك بحال هكا، القرعه، البصله مشلطه، والفلافل جوج حمراء وخضراء. عندي الكمون السودانيه هكا دايره، الابزار، وسميتو الملحه، طبعاً الحال زيت البلديه باش غادي نشحر هادشي كلشي. وبالنسبه للعجين، انا عندي هنا الطحين ديال القمح، الفرص، انا ما دايرش العبارات. عندي الخميره حبيبات، شويه السكر، شويه الملحه، وزيت البلديه تقريبا هنا شي جوج معالق هكاك، والماء دافي باش غادي نعجنهم. انا نديرو في العجينه ديالي ونعجنها ونخليها تخمر عاد ندوزو نشحر هاد المقادير اللي وريتكم ونطلقها ان شاء الله. المقله هي فوق البطاطا تسخن، ندير زيت البلديه، بقيت نشحر ليا كلشي هاد الخضره. ندير البصله هي الاولى، هكا كنديرها مجهدة باش هادشي ما يطلقش ليا الماء. ونحركو حتى تبان. ندير الفلافل، كيف تعددوا الجزر والقرعية الأخرى على الكفتة. دابا غنضيف الخيزو، صح واحد الشويه غندير القرعه، اللي عنده زيتون خضر يقطعو فرقو وديرو كوغليشو، انا ما عنديش ما درتوش، بحال المشيات تاهو انا ما عنديش، يعطي واحد المده غزاله. صح شويه هادو نزيد الكفته العطريه. دابا غنضيف الكفته، العطريه، هاد الصدريه خا كانت خفيفه ما حرش بزاف، ماشي هي هنا ديال كوريا ولا ما كنت جايبين. حركو تا تفرش ليكم هاد الكيسة، نشحر كلشي، نستعد نحطو، وغادي نزيد ربيع على مبقاش نشوف المقادير، غنزيدو حتى هو، غادي تكون الكونجيلاسيو، نحطو
نديرها شوف المكمل شوف الفران عمرو سواها شوف الجبال ايوا تقدروا القمران ديروا الفول طوم اللي بغيتوا زو معايا الزعتر قطع الزعتر تجي زينه تطيبوا الفواغ ولا تطيبوا الحوت ديروا الفواغ تبقى تطلع ونصحها راح تتر نحتاج العناصر كلها ونحيدها بحال هكا العجين ديالي هو التعجين وخليته يرتاح شويه دابا غادي نقرصو بسم الله خلوها القاصحه تكون شويه خفيفه باش يكون مزيانه نتقطع الكوالات اللي بغى عبره معبر اللي عنده الميزان في يدو راه يدير 70 غرام في الوحده غادي ناخذ كويره باش تم 70 غرام هادو باش يجيونا مقادين وغنبسطها هكا ما نديرهمش غريسات نديرو بحال الشكل باغيت ندير الحشو على الطول نتوما الحشو راه كتفنوا فيه اللي بغيتو ديروا ديروا ما تقيلوش هادشي اللي كندير انا نوريكم على الطريقه وانتم تبارك الله عليكم راه كلكم فنانات وحتى في ديال الفرماج اما الفرماج الحمار محكوك اما هاد ديروا هالطرفه بحال هكا ونصدو كالعادة نسوديو مزيان باش الحشو ما يخرجش لينا ندير الطحين قلب ونقرصهم بحال هكا ونديرهم يخمروا نكمل هادشي كلشي نتلاقى بكم ان شاء الله كناخذوا لاباغاي ديال البانيني تكون سخونه مزيان وناخذوا الخبزات ديالنا اللي خمروا لينا ونديروهم هنايا نحاولوا ما نشدوهاش خلعين ردوا الباب ديالها وتبقى باش تاخذ راحتها في الطلوع وكلشي وما داك الحشو ما يخرجش ليكم هانتوما غتشوفوا كيفاش غادي نوريكم كيفاش غادي طيب هانتوما نحاولوا نقلبوها باش تاخذ شكل اخر ديال الخطوط بحال هكا نخليوها حتى تكمل طيب اللي بغى يطيبها في المقله راه عادي يطيبو حتى في المقله هادي ورتكم الطريقه الا كنتو راكم مسافرين باش حاجه وما عندكمش لا فران لا مقله شي حاجه غادي تدوها معاكم تنفعكم في كلشي هادي لكن مخيره هادي غتشوفو بحال هكا فهاد الشريطات بحال هكا شفتو انا نكمل كلشي نتلاقى بكم في الشكل النهائي ان شاء الله هذا بالنسبه لو بتطيبوهم في المقله نوريكم حتى هما كيفاش غادي يجيو انا رميت دابا جوج المقله كتعاونكم دغيا كطيبوهم ماشي بحال البانيني خصكم ديك البانيني باغي تكون كبيره انا عندي صغيره كتهز ليها وحده اللي عنده الكبيره غيهز يطيب جوج بجوج وهذا هو الشكل النهائي ديالهم هادو درت في لاباغي ديال البانيني هانتوما كيفاش كيجيو
وهادو اللي درت في المقله، حتى هما كيجيو رائعين. نتمنى تجربوهم وتعجبكم الوصفه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وصفه جديده والى الملتقى.